السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا شيء سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا الحمد لله رب العالمين. خلصنا المجال الأول وانا دخلنا في المجال الثاني ودرس لكم درس من قبل. دركا كملوا مع النشاط الثاني، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النشاط الثاني الآن اللي هو مقر عملية التركيب الضوئي. انا كنت اعطيتكم معلومة برك في الأول، قلت لكم اخوتي احنا من المعلومات المستنتجة سابقا انه مقر عملية التركيب الضوئي اللي هو مقر عملية التركيب الضوئي اللي هي الصانعات الخضراء هكذا. وقلت لكم لهنا برك في القضية قبل ما نكمل، لهنا كون يقول لك ما هي الظواهر اللي تحدث في الضوء. مثلا ما هي الظواهر اللي تحدث في الضوء؟ تقول له الظواهر اللي تحدث في الضوء هي ظاهرة التركيب الضوئي. حاجة بين الظواهر اللي تحدث في وجود الضوء هي ظاهرة التركيب الضوئي، والظواهر اللي تحدث في الظلام هي ظاهرة التنفس وتتم باستهلاك الأكسجين هكذا. الظاهرة اللي هنا هي التركيب الضوئي تتم بطرح الأكسجين في وجود الضوء، في غياب الضوء الظاهرة التي تحدث هي التنفس وتتم باستهلاك الأكسجين. هيا نكملوا مع النشاط الدرك الثاني. وش قال لي؟ قال لي في النشاط الثاني، قال لي أمكن التوصل في النشاط السابق إلى أن تركيب النشاء يتم في الصانعات الخضراء، حيث تحدث جميع التفاعلات الكيميوحيوية للتركيب الضوئي. إشكاليات المطروحة: كيف تظهر الصانعة الخضراء بالمهر الإلكتروني؟ وما هو تركيبها الكيميائي؟ وكيف تتوضع مكوناتها؟ بعض الفرضيات اللي فرضوها للتلاميذ: تظهر على شكل أقراص الصانعة الخضراء كما قاعد يشوفوا فيها هما، يقول لك تظهر على شكل أقراص ضمن خلية نباتية، ولا يقول لك تتركب من أقراص مجوفة محاطة بالغشاء، ولا يقول لك تتوضع أقراص فوق بعضها البعض، يقول لك تتوضع على شكل أقراص فوق بعضها البعض. احنا نبداو ندرسو. تمثل الوثيقة واحد ما فوق بنية الصانعة الخضراء كما يظهرها المشهر الإلكتروني. تمثل الوثيقة واحد ما فوق بنية الصانعة الخضراء كما يظهرها المشهر الإلكتروني مع رسم تفسيري ومجسم للصانعة الخضراء. شوف هاي الصانعة الخضراء، ها هو الرسم تاعها التفسيري. أول شيء البيانات هادو يتحفظوا البيانات هادو يتحفظوا. شوف، واحد غشاء خارجي، ها واحد غشاء خارجي، زوج غشاء داخلي، هاكا تشوف فيه غشاءين، واحد خارجي وزوج هو غشاء داخلي. ثلاثة حشوة، وين راح ثلاثة؟ هاي ثلاثة، أي والو، أي منا، أي حشوة هذه، ما تقولهاش هيولة، ما تقولهاش هيولة، سميها حشوة. هاي ثلاثة حشوة. ربعة قرانة، وين راحت الربعة؟ هاي الربعة، ربعة قرانة قاعد تشوف فيها، هاي تبعوا في الكتاب تاعكم، ربعة قرانة. خمسة تجويف تيلاكويد، وين راح خمسة؟ وين راح خمسة؟ هاو خمسة تجويف تيلاكويد قاعد تشوف فيه، هاو خمسة تجويف تيلاكويد أو جاي ما بينات هادو الخضر هادوك. ستة صفيحة حشوية، وين راحت ستة؟ هاي ستة صفيحة حشوية، هذه مش جاية ما بيناتهم، جاية من برا. ستة صفيحة حشوية. سبعة نشاء، وين راحت السبعة؟ وين راحت السبعة؟ هاي السبعة، شفتها؟ هاي المادة العضوية النشاء، هاي سبعة نشاء، هذه هي اللي ركبناها قبيل في النشاط الأول اللي ركبها النبات. سبعة نشاء قاعد تشوف فيها، هاي سبعة نشاء. ثمانية كويس أو نقولو تيلاكويد، وين راح ثمانية؟ هاو ثمانية كويس، أو اللي نقول تيلاكويد، هذا كويس ولا نقولو تيلاكويد؟ شوف هاي ثمانية. قال لي اعتمادا على معطيات الوثيقة واحد، قدم وصفا دقيقا لمظهر الصانعات الخضراء. قال لي قدم لي يا اخويا وصف تبين فيه بنية الصانعة الخضراء. طبعا الوصف اللي راح نهضره انا تحفظه، يتحفظ عن ظهر قلب، ولا تجيب ملخص خلاف تحفظ به وخلاص. الوصف:
للصانعة الخضراء عضيات خلوية متواجدة في خلايا النباتات الخضراء، وتحتوي على صباغ أخضر، وتحتوي على صباغ أخضر عبارة عن اليخضور، وعلى مستواها تحدث عملية التركيب الضوئي. تحاط الصانعة الخضراء بغلاف مكون من غشائين، بغلاف مكون من غشائين خارجي وآخر داخلي، يفصل بينهما حيز هو الفراغ بين الغشائين. يفصل بينهما حيز، نقول له هو الفراغ بين الغشائين، ولا نقول له هو الفراغ بين بين غشائي، هو فراغ بين غشائي. يحيط الغشاء الداخلي بتجويف داخلي يدعى الحشوة. يحيط الغلاف الداخلي بتجويف داخلي يدعى الحشوة. ولا شوف، ها هي الحشوة اللي حاير، هاي الثلاثة هي الحشوة. هاو يحيط بمادة، يحيط الغشاء الداخلي بتجويف داخلي يدعى الحشوة. الحشوة سميها الحشوة، سميها المادة الأساسية، سميها الستروما، بصح ما تسميها ليش هيولة، هكذا سميها حشوة مادة أساسية ستروما، ما تسميهاش برك الهيولة. نكمل. يوجد بالحشوة حبيبات نشوية، قطرات دهنية، ريبوزومات، وأضيان بلاستيدي. هاو قبيلة متولي هناش ما قريناش. هاو الأضيان، أضيان أو كاين أضيان في الحشوة بعد، أو كاين أضيان. يوجد بالحشوة حبيبات نشوية، قطرات دهنية، ريبوزومات. ها هما الريبوزومات، هادو هما، هاو من ناحية الريبوزومات، النقاط هادو ريبوزومات، وأضيان بلاستيدي. تحتوي الصانعة الخضراء على تراكيب غشائية تتمثل في التلاكويدات، الكويسات والصفائح الحشوية. تترتب والصفائح الحشوية تترتب التلاكويدات فوق بعضها البعض، مشكلة تراكيب تعرف بحبيبات الجرانا، ولا نقول البذيرات، هكذا نقول حبيبات الجرانا ولا نقول البذيرات. تتوضع البذيرات بين الصفائح الحشوية، تتوضع لي البذيرات اللي هي الجرانا هادو بين الصفائح الحشوية. هذه هي، هاني قدمت وصف، هاني قدمت وصف. قال لي للصانعة الخضراء بنية حجيرية مقسمة إلى حجيرات، علي ذلك مع وصفك. شوف البنية الحجيرية، شوف شغل يبان شغل من ظهرها وكأنها مش حجيرات، يعني كما قال لك هاي باينة بالعين. شوف وش نقول له، نقول له للصانعة الخضراء بنية حجيرية. قال لي علل ذلك معتمدا على وصفك السابق. نقول له لأن الصانعة الخضراء مقسمة إلى حجيرات مفصولة بأغشية تتمثل في الفراغ بين الغشائين، الحشوة وتجاويف التلاكويدات. شوف تجاويف التلاكويدات هي قاعدة كيما الخمسة، شوف هاي تجويف التلاكويدات وما بيناتهم. لازم تحل الكتاب تاعك وتشوفها. وعلى ديك عندها بنية حجيرية باسكو كاين، باسكو الصانع الخضراء الحجيرات تاعها مفصولة بأغشية. الأغشية هذه اللي هي الفراغ بين الغشائين، شوفها هاي، أو اللي لهنا الفراغ بين الغشائين. وعندي الحشوة هاي ستروما تفصل بين الحجيرات، وعندي تاني حاجة اللي هي تجاويف التلاكويدات. شوف هاي تجويف التلاكويد يفصل ما بيناتهم، وهاو هنا زيد واعطيني، وهاو هنا شتا. اذا نقول له للصانع، طبعا هذه تاني تحفظ للصانع الخضراء بنية حجيرية مقسمة الى حجيرات مفصولة باغشية تتمثل لي في الفراغ بين الغشائين، الحشوة وتجاويف التلاكويدات. دركا نروحو ل زوج، التركيب الكيميو حيوي للصانعة الخضراء. سمح فصل مكونات الصانعة الخضراء وإجراء التحليل الكيميائي لكل من الحشوة والتيلاكويد من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول، من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول المقابل. شوف شوف جزء الصانعة الخضراء، عندي جزء من الصانع الخضراء اللي لهنا اللي هو غشاء تيلاكويد. باسكو ما يقدرش يقول لك صانع خضراء، صانع الخضراء اخويا فيها تيلاكويد، الحشوة، النشاء، الجرانا، الأغشية الداخلي والخارجي، فيها الكويس، فيها قداه من حاجة. موش كيف كيف، على ديك يقول لك جزء من الصانع الخضراء فيها أغشية تيلاكويد. دركا هزينا الجزء من الصانع الخضراء، هزينا غير أغشية التيلاكويد، وهزينا الحشوة، وزينا الحشوة. أهم المعلومات الكيميائية، أهم المعلومات الكيميائية، أهم المكونات، أهم المكونات الكيميائية.
كاين في غشاء تيلاكويد عندي أصبغة يخضرية، أصبغة أشباه الجزرين، نواقل الإلكترونات، ونوعان من الأنظمة الضوئية PS1 وPS2، وعندي إنزيم الـ ATP سانتاز ولا نسميه الكورية المذنبة. بينما أهم المكونات الكيميائية في الحشوة عندي مواد أيضية لتركيب الجزيئات العضوية، شوف هاي مواد أيضية لتركيب الجزيئات العضوية، عندي مرافقات أنزيمية NADP بلس والNADPH، وعندي ATP وADP والPE، هادو مرافقات أنزيمية، هادو كامل نلقاهم في الحشوة. وعندي أنزيمات متنوعة أهمها الريبوز ثنائي الفوسفات، أهمها الريبوز ثنائي الفوسفات. وعندي الكاربوكسيلاز، عندي حاجة اسمها وعندي أنزيمات متنوعة أهمها الريبوز ثنائي الفوسفات، وأنزيم خلاف عندي في الحشوة أنزيمات متنوعة أهمها الريبوز ثنائي الفوسفات، نسميه الريبيسكو الكاربوكسيلاز ولا نقوله الريبيسكو. خلاصة هذه هي المكونات الكيميائية اللي تميز لي غشاء تيلاكويد عن الحشوة. وش راح يقول لي؟ قال لي قارن بين مكونات كل من الحشوة وأغشية التيلاكويد ماذا تستنتج. أنا كي نقارن، وش نقول له؟ نقول له شوف ولاحظ معايا، نقول له يختلف التركيب الكيميائي لكل من الحشوة وأغشية التيلاكويد، عندهم اختلاف في التركيب الكيميائي. شوف هذه عندها أنظمة ضوئية وأنزيم ATP سانتاز، وعنده أشباه الجزرين ونواقل الإلكترونات، اللي هنا عنده مرافقات أنزيمية أنزيم الريبيسكو، وعندي تاني مرافقات أنزيمية راك تشوف فيها، وعندي مواد أيضية. إذا هذه هي المقارنة. إذا نقولوا المقارنة بين غشاء تيلاكويد والحشوة، يختلف التركيب الكيميائي لكل من غشاء تيلاكويد والحشوة، هذه هي المقارنة. نقولوا يختلف التركيب الكيميائي لكل من الحشوة وغشاء تيلاكويد. درك قال لي ماذا تستنتج؟ نقولوا الاختلاف في التركيب الكيميائي يدل على اختلاف الدور ولا الوظيفة الذي يقوم كل واحد عن الآخر. الاختلاف في التركيب الكيميائي يدل على اختلاف الدور الذي يقوم به كل منهما. حاجة باينة، ما دام كاين اختلاف في الدور الكيميائي سما كاين اختلاف في الوظيفة، باسكو كما تكونش عندي اختلاف في الوظيفة على حتى عندي اختلاف في البنية. إذا نقول الاستنتاج الاختلاف في التركيب الكيميائي يدل على اختلاف كل دور الذي يقوم يدل على اختلاف كل واحد عن الآخر في الدور، باسكو غشاء تيلاكويد عنده دور مهم والحشوة عندها دور مهم أيضا. ما فوق بنية التيلاكويد تموضع مكونات التيلاكويد. دركا راح نبداو نقراو الرسمي. ما فوق بنية التيلاكويد تموضع مكونات التيلاكويد، يمثل الشكل واحد من الوثيقة 2 رسم تخطيطي لتموضع مكونات غشاء التيلاكويد في إحدى الكويسات. خي قلت لكم اللهنة كما كاتب لكم نقول الكويسات ولا نقول التيلاكويد، هاي كويس تيلاكويد. إذا يمثل الشكل واحد من الوثيقة 2 رسم تخطيطي لتموضع مكونات غشاء التيلاكويد. شوف هاو غشاء التيلاكويد تاعنا فيه مكونات، تموضع مكونات غشاء التيلاكويد في احدى الكويسات بينما يمثل الشكل 2 من نفس الوثيقه. وين راح الشكل 2؟ هاو الشكل 2. بينما يمثل الشكل 2 من نفس الوثيقه رسم تخطيطي لمقطع في جزء من غشاء التيلاكويد، هزوا مقطع او جزء من غشاء التيلاكويد ورسموه تخطيطيا. اما الشكل 3 فيمثل رسم تخطيطي مبسط للنظام الضوئي، هذا النظام الضوئي هزوا داروا له رسم تخطيطي بصح من الفوق البنيه الفوقيه. واش قال لي اسئله؟ قال لي اعتمادا على رسومات الشكلين 1 و2 قدم وصفا لكيفيه تموضع مكونات غشاء التيلاكويد. الوحده هذه معمره فيها الحفاضه، طبعا الوصف اللي راح نقدمه يحفظه، مش درك راح نقدمه، يعني نقدم لكم هضره علميه درك راح نشرح. شوف هاو عندي غشاء تيلاكويد، شوفه هاو عندي غشاء تيلاكويد كما راك تشوف. شوف هذا النظام الضوئي، بصح النظام الضوئي الثاني، نظام ضوئي PS2. شوف هادو الخضر الدواور الخضر هادو اصبغه، وهذا معقد بروتيني. قاعد تشوف هذا نظام ضوئي، وهذا الاحمر وهادو شوف هادو أنظمة ضوئية، هاو معقد بروتيني.
لازم تحل الكساب تاعك باش تشوف. انا على بالي يدي قاعده تغطي، شوف هاو معقد بروتيني كتشوف فيها، وهذا او هادو اصبغه، هذا الاحمر والاخضر والاخضر، دواور الدوائرات الحمر هادو، والزوج الخضر هادو اصبغه، وهذا كامل الاحمر هذا كامل، هذا نقولوا له نظام ضوئي ثاني، وعندي نظام ضوئي اول ثاني فيه الاصبغه الدوائر الخضر هادو والاحمر والدوائره الاحمر هذه، وعندي معقد بروتيني ها هو كما مشاير يشير لك هو في السم، وعندي نواقل الكترونات ايضا نلقاها في الغشاء، عندي تي 1 تي 2 تي 3 تي 2 هو اكبرهم، وعندي بعد النظام الضوئي الاول تي 3 فتحه، وعندي تي 2 فتحه، كتشوف الترتيب المختلف نواقل ايضا للالكترونات. طبعا تجويف تيلاكويد ولا نقول تجويف الكويس، هذا تجويف تيلاكويد ولا نقول تجويف الكويس. نلاحظ ثاني انزيم الاتي بي سنتاج او الكوريه المذنبه، هذا نقول له ذيل وهذا نقول له ذنب، هذا ذنب وهذا ذيل، وهذه اللي في الوسط اللي هي الحشوه. درك انا قاعد نقرا التكبير تاع هذا تاع تيلاكويد، هذا 8 وين راح 8 وين راح 8، ها شفتوها هاي هادي اللي جايه مستطيله طويله قاعدين نقراو فيها. شفت هذا اللي من الوسط اللي هو كان يشير لك عليه اللي هنا خمسه تجويف تيلاكويد، شوفها شوف درك واش كاين في غشاء تيلاكويد واش كاين في تجويفو. بعد الاذان ان شاء الله باسكو جديد، بعد الاذان نكمل الدراسه ان شاء الله. هذاك هو كش منوض نصلي انا بعد، والسلام مش والسلام، اصبروا اني نحن بوزي الفيديو نكمل نكمل. هه كيما كنا نشوفو قال لي اعتمد على الرسومات الشكلين، درك قدم لي الوصف، درك انا نقدم له الوصف ما كاين حتى مشكل، انا نقدم له الوصف. نقول له يوجد بغشاء تيلاكويد نظام ضوئي ثاني اللي هو بي اس 2 المكون من اصبغه ومعقد بروتيني، ثم نواقل للالكترونات تي 1 تي 2 تي 3، ثم نظام ضوئي اول اللي هو بي اس 1 المكون بدوره او المكون بدوره او المكون المكون بدوره من اصبغه ومعقد بروتيني، ثم نواقل الالكترونات تي فتحه 1 وتي فتحه 2، تي فتحه 1 وتي فتحه 2، او في الكتاب هذا تقول له تي فتحه 3 وتي فتحه 2، ثم انزيم الاتي بي سنتاز او الكوريه المذنبه. ها هو الوصف، ان توضع جزيئات الاخضر، ان توضع جزيئات الاخضر يكون على شكل انظمه ضوئيه، حدد بنيه النظام الضوئي بالاستعانه باشكال بالشكل واحد بالشكل 2، حدد لي قلك البنيه تاع النظام الضوئي هذا. انا واش نقول له؟ نقول له النظام الضوئي عبارة عن معقد بروتيني كبير تحتوي على عدد كبير من الصبغيات، أصبغة يخضورية وأصبغة أشباه الجزرين. نظام الضوئي هذا يحتوي على واش؟ يحتوي على معقدات بروتينية كبيرة تحتوي على عدد كبير من الأصبغة اللي كنت تشوف فيهم هادو الدواور هادو، أصبغة يخضورية وأصبغة أشباه الجزرين، موزعة بطريقة منتظمة داخل المعقد البروتيني، ها موزعة بطريقة منتظمة كما راك تشوف فيها داخل المعقد البروتيني. الآن خلصنا، هذه هي، نروحوا للربعة، نروحوا الأربعة. أربعة اللي هو طبيعة التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي، قال لي إن التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي يمكن تلخيصها في المعادلة الإجمالية التالية، شوف المعادلة الإجمالية التالية اللي نستخلص منها، التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي 6CO2 زائد 12H2O الضوء زائد الأخضر اللي هما شروط عملية التركيب الضوئي تعطيني 16H12O6 هذا النشاء المادة العضوية، بالإضافة إلى 6 ماء زائد 6O2، بالإضافة إلى 6 ماء زائد 6O2. طبعا المعادلة تحفظ، المعادلة تحفظ، عفوا خاوتي هذا جلوكوز مش نشاء، أني غلط، هذا جلوكوز، هذا جلوكوز وليس بنشاء، 6H12O6 6H12O6 هي مادة عضوية طبعا يركبها
يركبها الاخضر بيعمل، تركب صانع الخضراء بعملية تركيب ضوئي، وإنما هي تقول له جلوكوز أحسن من إنك تقول له نشاء. طبعا النشاء في النهاية راح يتحول لسكر هكذا، وشو احنا مازلنا نقراو فنقولوا جلوكوز، نقولوا جلوكوز، تقول له جلوكوز. إذا ها هي وش قال لي، استخلص من المعادلة نوع التفاعل الذي يحدث في واحد ونوع التفاعل اللي يحدث في اثنين بلا ما تعقد روحك بزاف وتحاول تفهم عليه أكسدة وعليه إرجاع. شوف خويا، التفاعل واحد هذا هكا، ها التفاعل واحد كما تشوف في السهم أراه أكسدة، هو تفاعل أكسدة. والتفاعل الثاني هذا راه تفاعل إرجاع. تفاعل واحد هو تفاعل واحد هو تفاعل أكسدة، والتفاعل الثاني هو تفاعل إرجاع. بلا ما تعقد روحك تحاول تفهم عليه احفظها هك، احفظها باسكو راح نضيع فيها الوقت وانا ندير في المعادلات وغير ذلك. وفيها معادلات تولي 12 اش، تولي 12 تاع الماء تعطيني 6 اكسجين، هذه في التفاعل الاول، زائد 24 اش بلس، زائد 24 الكترون. هذا التفاعل الأول. والتفاعل الثاني نقول له 6 سي او 2 نزيد له 24 اش بليس زائد 24 اكسجين يعطي لي 6 اش 12 او 6 زائد 6 الماء. هذا التفاعل بالنسبة زائد 6 تاع جزيئات الماء، هذا بالنسبة للتفاعل الثاني. وش هو خاوتي، انا راح نقول لكم حاجة اخي في الفيزيك قريته، كون نبدأ بالمرجع وننطلق نحو المؤكسد، يعني يكون نبدأ بالمعادلة تاعينا بالمرجع مثلا كيما له، يظهر لي لا ما زلت شافي عليها، لا ما زلت شافي عليها، لا غلطت فيها السما، اكم نورمالمون باك تعرفوا الحاجة هذه 12 اش 2 او، هذا واش هذا مرجع بديت فيه، علاه مرجع؟ باسكو كي نكمل المعادلة هنا 6 او 2 زائد 24 اش بليس، حنزيد الالكترونات منها زائد 24 الكترون منها، ها زدت الالكترونات لهذا سما هذا هو المؤكسد. وكي ننطلق انا من مرجع ونروح نحو المؤكسد، اذا التفاعل راح يكون اكسده، كي ننطلق من مرجع ونروح نحو المؤكسد التفاعل هو اكسده. بصح لما ننطلق من مؤكسد 6 ها والتفاعل الثاني زائد 24 اش بليس زائد 24 الكترون يعطيني 6 اللي هو الجلوكوز اش 12 او 6 زائد، طبعا النشاء راح يتحول لجلوكوزا. شفتوا هذا، هاني انطلقت من المؤكسد عليه باسكو الالكترونات ضايفها جهته نورمالمون هكا، لا بازلت شافي، سينو شوفوا الاستاذ في اليوتيوب عمر مولاي وخلاص، اسمه هو عمر. شوفوا 6 ها هي، ها مؤكسد هاني ضايف له، هاني ضفت هاني ضايف، اذا هذا هو المؤكسد باسكو ضفت الالكترونات اللي هنا. الان هذا الشيء لما نضيف الالكترونات اللي هنا ننطلق من المؤكسد نحو المرجع، كي ننطلق من المؤكسد نحو المرجع وش معناتها؟ معناتها تفاعل ارجاع، ولما ننطلق من مرجع نحو المؤكسد اذا التفاعل هو اكسده. خلاص ما نضيعوش فيها بزاف الوقت. قال لي استنتج من المعادلة إذا طبيعة التفاعلات الظاهرة التركيبية، ظاهرة التركيب الضوئي. إذا باينة تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي هي عبارة عن تفاعلات أكسدة وإرجاع، ولا نقول أكسدة إرجاعية. تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي هي عبارة عن تفاعلات أكسدة وإرجاع. إذا علمت أن التفاعل واحد فقط يتطلب ضوء ويخضر، قال لي التفاعل الأول أو يتطلب لي ضوء ويخضر فقط، ولا يتطلب التفاعل الثاني ذلك، حدد إذن البنيات المتدخلة في سيرورة التركيب الضوئي. شوف أني قاعد نهضر على معادلة خاصة بالتركيب الضوئي، هذه المعادلة أي خاصة بالتركيب الضوئي، تحفظ المعادلة هذه، تحفظ المعادلة هذه، أعطتنا لهنا سكر، طبعا النشاء راح يتحول للسكر، أصبروا عليها حتى نوصلوا لها لهنا. هذه اي معادله التركيب الضوئي كومبلي، اذا راح تدخل لي العضيات اللي هي غشاء التيلاكويد والحشوه، كاينه ولا ما كانش؟ كاينه. قال لي التفاعل الاول اللي هو تفاعل اكسده، ها هو التفاعل الاول، ها هو الاول. قال لي لا يتطلب، قال لي يتطلب لي التفاعل الاول هو اللي يتطلب ضوء ويخضر برك. قال لي التفاعل الثاني ما يتطلبش لا ضوء ولا يخضر.
إذن قل لي حدد البنيات، نقول له تتم تفاعلات الأكسدة وهو التفاعل الأول في غشاء تيلاكويد، علاه؟ باسكو تتطلب لي لحدوثها واش ضوء ويخضر. هام الأنظمة الضوئية أخويا، وين تتم إذن؟ في غشاء تيلاكويد. إذن تفاعلات الأكسدة تتم في غشاء تيلاكويد لأنها تتطلب لحدوثها ضوء ويخضر. بصح التفاعلات الثاني، التفاعل الثاني وهو تفاعل إرجاع، وهو تفاعل إرجاع، وين يتم التفاعل الثاني اللي هو تفاعل إرجاع؟ يتم في الحشوة، يتم في الحشوة، علاه؟ باسكو ما يتطلب لا ضوء ولا يخضر. خلاص استنتج إذا معادلات من معادلات طبيعة الظاهرة. خلاص إذا علمت صاي إن وظيفة أي عضية مرتبطة أساسا بتركيب الكيميائي، هل ينطبق هذا على كل من التيلاكويد والحشوة؟ نعم ينطبق بالتأكيد، بس كل وظيفة الكيميائية تختلف على ذيك، كل واحد وش يسحق باش يقوم بعمله. غشاء التيلاكويد فيه أنظمة ضوئية، فيه أصبغة تاع لي خضر، يسحق لزوج حوايج، يسحق للضوء وليخضر باش يقوم بالوظيفة تاعو. الحشوة ما تتطلب ما لا فيها لا أنظمة ضوئية. الحشوة خي شفناها في بنيتها، هاي الحشوة فيها اللهنة، لما شفنا اللهن الحشوة فيها مرافقات أنزيمية، ما فيهاش كما كنا نشوفه، ما فيهاش أنظمة ضوئية، لا تتطلب هي لا ضوء ولا يخضر. هاي الحشوة في الوسط، هذه ثلاثة هي الحشوة. علل ذلك لأن اختلاف دور كل من التيلاكويد والحشوة يعود إلى اختلاف التركيب الكيميائي بينهم. روحوا الآن المراحل روحوا الآن المراحل روحوا المراحل عملية التركيب الضوئي. لتوضيح مراحل حدوث عملية التركيب الضوئي، تم تعريض معلق، هاو المعلق تاع الصانعة الخضراء. وش تم تعريض معلق صانعة خضراء للضوء، هاو هزيناه حطيناه أخويا في الضوء، هاو معلق صانعة خضراء، أو كان هزيناه حطيناه للضوء، تم تعريضه للضوء في شروط تجريبية مناسبة اللي هي عرضناه للضوء، بصح في وجود أو في غياب السي أو اتنين، عرضناه للضوء في غياب السي أو اتنين، شفتوها؟ في غياب عرضناه للضوء في غياب السي أو اتنين، فلوحظ انطلاق الأكسجين. لاحظوا باللي بدات الصانعة الخضراء دير وظيفتها، معلق الصانعة الخضراء بدا ينطلق منه الأكسجين لفترة قصيرة، تنطلق منه الأكسجين لفترة قصيرة ومن بعد توقف، ومن بعد عاودنا نقلناه للظلام، عاودنا نقلنا الضوء، عاودنا نقلنا المعلق تاع الصانعة الخضراء هذا للظلام، وقلناه للظلام وضفنا له دركا، رانا ضفنا له الأكسجين. لما قلناه للظلام وضفنا له الأكسجين، ها لاحظوا امتصاص الأكسجين، لاحظوا باللي الأكسجين قاعد يمتص من طرف المعلق تاع الصانعة الخضراء. لوحظ تثبيت سي او 2 وتركيب السكر لفترة قصيرة، لاحظوا باللي تثبت لي سي او 2 وتركب لي السكر لفترة قصيرة. عند وضع المعلق السابق، بعد زادوا هزوا المعلق السابق عاودوا حطوه في الضوء، عند وضع المعلق السابق في الضوء والسي او 2 يلاحظ انطلاق الاكسجين وتثبيت السي او 2. هذه جات في الباك، ركزوا فيها مليح، والغاشي ما فهمهاش في حاجه، انا راح نزيد انا على بالي فوه ما فهمتوهاش اللهن كما جميع التلاميذ. علاه اخويا لهنا لهنا لما كان في الظلام ثبت إذن ما فهمتوهاش هنا. علاه لما هزينا معلقة الصانع الخضراء وحطيناها في الظلام، لاحظنا تثبيت سي او 2 في الظلام، بس زدنا عاودنا وقلناها للضوء، لاحظنا عاود ثبت سي او 2 وانطلق الاكسجين، بصح المرة طويلة هذه المرة. علاه؟ قال لي حدد شروط انطلاق الاكسجين. شوفوا بلا ما تحيروا، شروط انطلاق الاكسجين اللي هو الضوء واليخضر، الاخضر المتواجد في التيلاكويد. اذا اكبر شرط لي او الشروط الاساسيه لانطلاق الاكسجين اللي هو الضوء، بلا ضوء ما ينطلقش الاكسجين كما نشوف التجربه، وتيلاكويد باسكو التيلاكويد فيه الاخضر. اذا شروط انطلاق الضوء اللي هو شروط انطلاق الاكسجين اللي هو الضوء والتيلاكويد. خلاص خلاص
قال لي يمثل الشكلان واحد وزوج من التجربة مرحلتين متتاليتين من عملية التركيب الضوئي، نسمي المرحلة الأولى قال لي ما هي، نسميها المرحلة واحد والمرحلة با، ما هي شروط حدوث المرحلة، ما هي شروط حدوث كل من مرحلة. قال لي وش هي الشروط تاع الحدوث تاع المرحلة الأولى اللي هي تتمثل أو ناتجتها انطلاق الأكسجين، والشرط تاع حدوث المرحلة الثانية اللي هي يتم فيها تثبيت السي او 2. قل له أخويا المرحلة الأولى تعرف بالمرحلة الكيميوضوئية، المرحلة واحد هذه تعرف بالمرحلة الكيميو ضوئية، والمرحلة باء تعرف بالمرحلة الكيميو حيوية. خلاص؟ قال لي اقترح تسمية لكل مرحلة من مراحل، قلنا لك المرحلة الأولى هي مرحلة كيميو ضوئية، والمرحلة الثانية هي مرحلة كيميو حيوية. قال لي هل يمكن للمرحلة باء اللي هي المرحلة الكيميو حيوية أن تتم في وجود الضوء؟ نعم نعم يمكن للمرحلة باء أن تتم في وجود الضوء، كما يمكن للمرحلة باء أن تتم في غياب وجود الضوء، إذا وجود الضوء ما يأثرش عليها وغيابه ما يأثرش عليها أيضا، باسكو المرحلة الكيميو حيوية هذه ما تحتاجش باش تقوم بالعمل تاعها، ما تحتاجش إلى تثبيت، ما تحتاجش إلى وجود الضوء، لا تحتاج إلى ضوء، ومع ذلك يمكن أن تتم في وجوده، يعني يمكن أن تتم في وجود الضوء ولا في غيابه، باسكو هي ما تحتاجش للضوء، ما هيش من شروطها المرحلة الكيميو حيوية وجود الضوء. شوف كنت لاحظ الشكلين الاثنين والثلاثة في وجود الضوء تمت المرحلة الكيميو حيوية وثبت السي او 2، تم تثبيت السي او 2 في الظلام، بصح بشرط توفر السي او 2، هذا شرط، كون ما يكونش كاين السي او 2 ما تتمش المرحلة با اللي هي تتمثل لي اللي هي المرحلة الكيميو حيوية. المرحلة الكيميو حيوية شوف تثبيت السي او 2 كان مقترن بوجوده، اذا لازم يكون كاين في الوسط سي او 2 باش تتم المرحلة با اللي هي مرحلة الكيميو حيوية. والضوء ما يهمش، ها لما كان في الضوء، ها لما كان في الظلام تم امتصاص وتثبيت السي او 2 وتركيب السكر، هذه هي نواتج المرحلة، نواتج المرحلة الكيميو حيوية، انا بعد نشوفهم ما كله نهضرهم لكم درك. المهم من شروط السي او 2، السي او 2 هو من شروط المرحلة الكيميو حيوية، حتى الان هذا الشيء اللي قاعدين نعرفوه الى الان، و ما يضرش الظلام، شوفها والظلام ما ضرهاش باسكو مش من شروطها الضوء، وفي وجود الضوء ايضا تمت عليه باسكو مش من شروطها الضوء، يعني وجود الضوء مش راح يضرها وغيابه ايضا مش راح يضرها، بصح شكون اللي ضرها؟ وجود السي او 2، غياب سي او 2 هو اللي راح يضرها، باسكو له لما ما كانش سي او 2 خلاص ما تمتش المرحله، بصح لما كان كاين هنا وهنا تمت المرحله. إذا نقول له لأن غاز السي، لأن امتصاص غاز السي او 2 يتم في غياب الضوء وفي وجوده. هذه هي، هي اللي يمكن للمرحلة باء أن تتم في وجود الضوء على الإجابة تكمل السؤال بشكل إخلاص. إذا من شروط المرحلة باء وش هي؟ توفر سي او 2، ومن شروط المرحلة ألف توفر من شروط المرحلة الألف توفر الضوء. من شروط المرحلة ألف اللي هي الكيميو ضوئية لازم يتوفر لي الضوء والتلاكويد، ومن شروط مرحلة ب وأهم، شوف أهم شرطين، شروط المرحلة الكيميو ضوئية توفر الضوء، شروط المرحلة الكيميو حيوية أهم شرطين، أنا غير في البداية مازلنا متعمقناش، شروط المرحلة الكيميو حيوية يتمثل في توفر السي او 2. دركا نشوفوا كل مرحلة بشكل تفصيلي، ولكن في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنه لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نزيد نأكد لكم على حاجة برك، أنه شروط شرط المرحلة الكيميو حيوية، الشرط الأساسي تاع المرحلة الكيميو حيوية باش تتم لازم يكون كاين سي أو 2 في الوسط، وشرط الأساسي للمرحلة الكيميو ضوئية باش تتم لازم يكون كاين الضوء، والشرط العام، الشروط كامل لعملية التركيب الضوئي، الشروط الكامل لعملية التركيب الضوئي هو وجود السي او 2، وجود الماء، وجود الضوء، وجود الخضار، هادو شروط أساسية في عملية التركيب الضوئي اللي راح ينتج عليه النشاء وانطلاق الأكسجين، طبعا والنشاء راح يتحول لسكر من بعد نشوفوها.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى على النبي، أذكر الله، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.